14 لا اوكي اوكي خلاص في شيء دكتور بدي اسوي ايه فهمت القوة ها اقول اهل السودان اهل القوة مرحبا مرحبا سلام وبركة سلام حاكم مرحبا يا حاج سلام الله يسلمك يأتي هذا العمل امتدادا للمشروع منذ سنوات سابقة ومستمر المشروع في خدمة السودان. وحاليا احنا قمنا باستقبال المرضى من خلال العيادات الخارجية بحيث ان المريض يبتدي يدخل من البوابة الرئيسية يتم الكشف عليه رسميا بواسطة الممرضين ويتم تحويله على حسب الحالة لغرفتين علاج يوجد فيهم أطباء مشتركين ما بين الإمارات والسودان. المستشفى الميداني الإماراتي السوداني للتطوع بدأ عمله الحمد لله لمجابهة السيول والأمطار والفيضانات للمتضررين منها في السودان عامة. بدأنا بالخرطوم الحمد لله بإشراف أطباء من الإمارات والسودان تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية إن شاء الله لعلاج كل المرضى والمتضررين بشتى الأمراض، أطفال نساء ورجال وكبار سن. عندنا زي 14 وحدة علاجية تقدم خدمات التمريض والتشخيص والعلاج لكل المرضى وتقديم الأدوية وتحويل الحالات المحتاجة لزيادة العلاج إن شاء الله بنقدر نساعدهم بإذن الله. تم بحمد الله تدشين هذا اليوم وتم الاستجابة بعدد كبير من المتضررين من السيول والفيضانات في السودان. فالحمد لله تم عمل عيادات ميدانية، عيادات متكاملة بها أطباء على درجة من التأهيل والتدريب في العمل الميداني. تم توفير صيدلية متكاملة بها مجموعة من الأدوية التي يحتاجها المواطن في حالة الفيضانات والسيول.